السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور. طبعا هذه الحصة الختامية لما أقول لك show that هدول homeomorphic or not دغري بتبادر لذهنك شو خصائص هذا وشو خصائص هذا. فإذا واحد connected واحد مش connected خلاص يفتح الله، لأنه connectedness is a topological property. إذا هذا في isolated وهذا فيش في isolated برضه they are not homeomorphic. إذن وجود خاصية topology بحدهما وعدم وجودها بالثانية هذا يدل على انهم ايش؟ not homeomorphic. بس افرض انه كانوا كل الخواص زي بعض. هذا عيونه زرق، هذا عيونه خضر، بس العيون لون العيون ليست topological property. اذا تقدرش تسوي شيء. حتى تشوف اثنين homeomorphic لاحظ قال لي A وB وC وD يعني من صفر لعشرة وصفر لمية. They are homeomorphic مع اليوجوال. الفترتين مسكرات. هذا يدل على أن طول الفترة ليست topological property. يعني لا تقول لي والله هذا طويل وهذا قصير. They are not home. لا they are homeomorphic. حتى تقول لي انه هوميومورفيك لازم تعرف هوميومورفيزم، لازم تعرفه خواصه بايجكشن كونتينيوس والانفرس كونتينيوس. فبعرف الاختراق من اي بي الى سي دي كالتالي، هاي الدومين اي بي، السي دي هاي الكو دومين، والاقتران بعرفه ايش؟ القطر، قطري. او القطر العكسي. كلاهما صح. لان هون التنتين دخلات وهون التنتين دخلات. فانا مخير. طبعا هذا الاقتران يمر ب اي سي و بي دي. اقتران خطي، هي معادلته. continuous لانه المية واحد تخش هون يوجوال هون يوجوال. لو واحد فيهم مش اليوجوال مع ساعتها المية واحد لا تدخل، ما بتخش. يعني لو اعطيتك السي دي مثلا ديسكريت وهذا اليوجوال بتبطل تزبط. صح الاقتران هيك حلو مبين ولكنه ليس كونتينيوس. هذا عليه ديسكريت، سنجلتون از اوبن، الانفرس للسنجلتون سنجلتون، والسنجلتون في اليوجوال مش اوبن. اذا خلي بالك كل شيء بهم نوع التوبولوجي مهم جدا. طيب هذا الاقتران كونتينوس والبايجكشن مبين، هيكون 1 2 1 2 1 والانفرس بتاعه از اولسو كونتينوس، لانه الانفرس لللينير از لينير واللينير باليوجوال توبولوجي كونتينوس. فهذا ايش دليله؟ نفس الاقتران اللي فوق اذا الطرفين مش دخلات وهون الطرفين مش دخلات، هاي بصير النقطه مش داخله وهاي مش داخله، بس الاقتران يبقى كما هو. هذا برضه نفس الشيء، نفس الاقتران اللي فوق. اما اذا عكسنا لازم غير الاقتران. يعني ما بصير اقول صورة الاي سي، ما بصير. الاي داخل، السي مش داخل، ما بصيرش. بعدين صورة الدي مين؟ مين اللي بيجي للدي؟ البي؟ لا، البي مش داخله. اذا شو بسوي؟ بخلي الاي تروح للدي والبي القريب عليها يروح لوين؟ على القريب من السي. اذا بختار القطر العكسي. هيو. هذا القطر العكسي ايضا continuous وبايجكشن وانتو و و و
والانفرس ايضا خطي، تقدر تنجز انت. اذا هوميومورفيك، لاحظ فتره شو اسمه، طرف الفتره داخل، الطرف الثاني مش داخل، مع اليوجوال. لو قلت لك فترة هيك مع اليوجوال وفترة هيك مع الديسكريت، الجواب لا، زي النوت كون شو اسمه، واحد كونكتد مع اليوجوال والثاني نوت كونكتد. هاي مع الديسكريت فيها كلوبنسس بلاوي. اذا ممكن العب بالورقة الرابحة الكونكتدنس في الحالة هاي. طب لو قال لي فترة زي هيك، وين راحت؟ هاي داخلين الطرفين هون ولا طرف داخل، are they homeomorphic؟ طبعا في خاصية اخذتوها بالجسمه بالتحليل 311، الكومباكتنس. كومباكتنس اصلها مفهوم توبولوجي، every open cover has a finite sub cover، ولكن بتصبت هون تيز اتوبولوجيكال بروبرتي. هذه كومباكت، هاي لا نوت كومباكت. مثلا على الكونكتدنس، هون اي نقطه قمت من الفتره هاي بتخلي الباقي نوت كونكتد، يعني تو كومبوننتس في اي بي، قيم نقطه بالنص بتضل عندك ايش، فترتين كونكتد، كل واحدة كونكتد. هون لا، لو قمنا السي بتضل الفترة كونكتد اللي ضايلة، الدي لو قمتها بتضلها كونكتد الباقي. إذا هون they're not homeomorphic، لأنه هون السي افرض إنها راحت لنقطة بينهما، قيم السي وقيم النقطة اللي راحت مفروض يضلهم homeomorphic، ولكن هاي يستحيل لانه هاي جيم السي كونكتد، هاي جيم صوره السي نوت كونكتد. طيب حكينا عن هاي الار مع التي يوجوال والفتره المفتوحه، they are homeomorphic. ذكر الطول ليس دليل، هاي طولها انفينيتي، هاي طولها باي باي، ولكن الطول مش دليل على الهوميومورفيك ولا لا، ولا الباوندد. الار نوت باوندد لا من فوق ولا من تحت، هاي باي على 2 باوندد وهو ناقص باي على 2 باوندد، ولكن الاقتران اللي اخذناه ب 101 تان اكس دومينو الفتره المفتوحه والرينج بتاعه الار، هاي الاقتران هذا ماله بايجكشن وهو كونتينيوس والانفرس بتاعه از كونتينيوس. الارك تان اللي تعلمتوه كونتينيوس تان انفرس. اذا هذول التنتين مع اليوجوال كلاهما هوميومورفيك لبعض. الارت يوجوال مع الزيرو انفينيتي ايضا هوميومورفيك. شو الاقتران بيناتهم؟ ايكو اكس، دومين الايكو اكس هيو الار، الكودومين او الرينج زيرو انفينيتي مفتوحه، الايكو اكس تذكر ما بصير تكون صفر، ما بصير تكون هاي بايجكشن اون تو 1 تو 1 كونتينيوس والانفرس بتاعها لين من الزيرو انفينيتي لار وهي كونتينيوس. اذا هذول مالهم؟ ذي ار هوميومورفيك، هذول هوميومورفيك، وبالتالي الزيرو انفينيتي هوميومورفيك مع مين؟ مع الفتره هاي. طب هاي الفتره ما هي هوميومورفيك مع مين؟ مع اي بي بشكل عام، هاي النظريه قبل شوي.
إذا الآر هوميومورفيك مع أي فترة مفتوحة، وهي هوميومورفيك مع مين؟ مع زيرو إنفينيتي مفتوحة، وهي أيضا هوميومورفيك مع ناقص واحد إنفينيتي ومع اثنين إنفينيتي مفتوحات طبعا. إذا سكرت الزيرو بتبطل تصير هوميومورفيك. إذا سكرت الزيرو بتبطل تصير هوميومورفيك. شو الخلل اللي فيها؟ لو في بايجكش إلى في هوميومورفيزم بيناتهم، خلينا نقول الزيرو راحت للآر، لنقطة في الآر، لنقطة في الآر. طيب الزيرو اللي مسكرة هون قيمة من هون بضل كونكتد، هاي بتبطل تصير كونكتد. الآر لو قمت من صورة الصفر بتصير not connected، وهاي connected contradiction. السيمي سيركل زيها زي الانترفل، واثنين هوميومورفيك، هاي الهوميومورفيزم الطرف ودي للطرف، هاي ودي اسقط عمودي على الفترة على القطر هاي، وبالتالي السيركل السيمي سيركل هوميومورفيك مع مين؟ مع الانترفل كامل. يعني في الهوميومورفيزم يحق لك تطعج، يحق لك ايش؟ تمد او تقلص، بس تقلص مش لدرجة الصفر، لا اضغط بالطول قد ما بدك بس لا توصل زيرو، لانه فيش بايجكشن بين انترفل ونقطه. وهون طعجنا زي ما بدنا، طلع ايش؟ خط مستقيم. الفتره كامله از كونكتد، الدائره كامله محيط طبعا از كونكتد. ليه؟ بقدر اخذها بطريقه واحده، انه الدائره هاي عباره عن اتحاد نص دائره علوي ونص دائرة سفلي، اتحاد التنتين هذول. هذا هوميومورفيك مع انترفل كونكتد، وهاي هوميومورفيك مع انترفل كونكتد. هالتو اسز اس 1 واس 2 يتقاطعان في A و B. اذا حسب النظرية اللي اخذناهم، اذا في عندي مجموعات كونكتد تقاطع اي تنتين از نوت امتي، فاتحادهم از كونكتد. خلصت. طريقة أخرى ممكن نتعرف الفانكشن من 0 2 باي للأس دائرة، محيط دائرة مش الزورجن، محيط دائرة. F of T تساوي A cosine T و A sin T، كل نقطة بتروح على نقطة وين؟ على المحيط. هذا الاقتران continuous لأنه مسقطه الأول continuous ومسقطه الثاني continuous. الزيرو اثنين باي مع اليوجوال انترفل كونكتد، فكونتينيوس ايمج اوف كونكتد از كونكتد، ولكن مجموعة الصور تغطي ايش؟ الدائرة كاملة. اذا محيط الدائرة ايش؟ كونكتد. فلاحظ باكثر من طريقة اثبتنا الكونكتدنس، وهاي حلاوة الكونكتدنس. يعني ممكن تستخدم نظرية، طالب ثاني يستخدم نظرية ثانية، صح. هاي العدد واحد، هاي العدد اثنين، هاي ثلاثة خمسة سبعة، هدول كلهم هوميومورفيك. السبعة افتحها، يجوز انك تمط، ولما تمط السبعة بتصير واحد، هدول هوميومورفيك، سهل جدا. الواحد طعوجها بتصير اثنين هوميومورفيك. الشكفه هاي الحمراء بوديها للحمراء، والسوداء للسوداء، والحمراء الثانيه للثانيه، والسوداء للسوداء، والحمراء للحمراء. هاي البايجكشن، يعني الاي للاي برايم، البي للبي برايم، فاللي بينهما للي بينهما، وهكذا. إذا هاي وهاي هوميومورفيك، وهاي برضه وخمسة نفس الشيء، وسبعة نفس الشيء.
الستة لا هوميومورفيك مع مين؟ مع التسعة. العشرة ولا واحدة لأن هاي not connected. عشرة واحد صفر not connected. هاي closed وديزيون. هاي closed أيضا وديزيون. تقاطعهم فاي. إذا العشرة بقدر أحطها على شكل union of two closed disjoint non-empty sets. وبالتالي العشرة not connected. هدول كلهم كونكتد لحد التسعة. الستة تضرب صحبة مع مين؟ مع التسعة هوميومورفيك. شقلبها شقلب الستة بصير تسعة. هاي الهوميومورفيزم بيناتهم. الأو بودي للأو برايم. الشك في هاي للشك في هاي وهكذا. مثلا احنا اخذنا المكنسه وقلنا عنها كونكتد و و و و والكلوجر بتاعها كان يقع وين؟ هون من زيرو لواحد. الكلوجر اذا بتذكروا الكلستر بوينتس خلينا نقول. طيب مثال اخر عليها خذ مجموعه اكس ساين واحد على اكس اقتران جيب واحد على سين. هيو كل ما قربت على الصفر تكتر اسفار الداله. ايها هاي جيب واحد على سين اذا كانت السين موجبه وهاي جيب واحد على سين اذا كانت السين سالبه. طيب طبعا جيب واحد على سين كونكتد. ليش؟ لان كونتينوس ايمج اوف كونكتد ست. كل اكس ودي لي على اكس ساين واحد على اكس. هاي الهوميومورفيزم. والطرف الايمن كونكتد. طيب الطرف الايسر ايضا كونكتد. اتحادهم لا يفتح الله. اتحادهم ليس كونكتد لانه على اليمين شيء والعلى سيبريتد سيتس. خذ الكلوجر بتاعها بدك تضيف بس هاي تقاطعها مع اليسار باي. الكلوجر لهاي بدك تضيف عليها الحمراء هاي مع هاي تقاطعهم باي. إذا قدرت أحط اليونيون as two separate sets وبالتالي they are not connected. إذا A plus union A minus they are not connected. تنتين اتحادهم طبعا مع أنه كل واحدة connected. ولكن إذا ضفت الـ A plus مع الـ A minus مع الفترة هاي من ناقص واحد لواحد بطلع الاتحاد كونكتد. ليش؟ ليه كونكت A بلس كونكتد؟ إذا A بلس كلوجر كونكتد. وين الكلوجر؟ هذا هو هذا من ضمن الكلوجر. الـ A ماينس كونكتد. إذا الكلوجر بتاعها أيضا كونكتد. A بلس كلوجر كونكتد. A ماينس كلوجر كونكتد. وتقاطعهم is not empty لانه هاي جاي بالجوز. اذا اتحادهم الثنتين connected طبعا which is not locally connected لانه عند النقطه هاي كيف شكل البيزك اوبن ست؟ حط لك دوريه صغيره بطلع خطوط 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 not connected. فهي not locally connected ايضا not path. بقدرش الاقي path من النقطه هاي للنقطه هاي نهائيا. بدك تعبر خلال هون وهون ما تقدر تدخلها بالكونتينوس. طبعا في نظريه اخذناها بالهوميومورفيزم اذا كان اكس تاو لواي تاو هوميومورفيزم واخذنا ايه مجموعه جزئيه من اكس فالاي هوميومورفيك مع اف اوف اي. طبعا هاي عليها ريليتيف توبولوجي من الاكس هاي عليها ريليتيف توبولوجي من مين؟ من الواي. خلي بالك هاي علقنا عليها قبل شوي قلنا الزيرو انفينيتي مسكره من الطرف الزيرو وهاي خمسه مفتوحه من الطرفين كانت بي هوميومورفيك. ليش؟ كلاهما كونكتد ما شاء الله
وكلاهما نوت باوندد وكلاهما كلاهما كلاهما، الا انه الزيرو هاي بتحير. طب لو انه في هوميومورفيزم بيناتكم، مس الزيرو بدها تروح لعدد فوق الخمسه، طيب قول الزيرو راحت للسبعه، زيرو راحت للسبعه، المفروض الزيرو انفينيتي مفتوحه تروح لمين؟ لهاي ما عدا السبعه، لهاي لانه قمت انا صفر بدي اقيم صوت الصفر. طيب زيرو انفينيتي كونكتد مفتوحه من الطرفين، خمسه انفينيتي قيم السبعه اللي بالنص بتصير نوت كونكتد، يونيون اوف تو اوبن ديزيون نون امتي سيتس، اذا نوت كونكتد. ومستحيل النظريه شو بتقول؟ لازم يضلهم هوميومورفيك. هاي بتقولي لا بطلوا. طبعا هاي الزيرو واحد عاديه مع الزيرو اربعه مفتوح من الطرفين they cannot be homeomorphic. قلنا ممكن نجيبها على الكومباكت، بس الكومباكت مش داخل معك، واضح؟ يعني هناك خاصية مهمة جدا في التوبولوجي ما أعطتكم إياها لأنها مش مطلوبة عندك. كومباكت لتوبولوجي اثنين وليس لواحد، ولكنه يدخل لمين؟ لـ 311. فزي ما بيقولوها نص العمى ولا العمى كله. في الأرق وأن مع اليوجوال كومباكت تكافئ كلوز وباوندد. هاي 01 كلوز ست في اليوجوال وهي باوندد، يعني الماكسيمم ما بزيد عن واحد والمينيمم ما بقل عن صفر، فهي باوندد وكلوزد وبالتالي كومباكت حسب الهاين بورل ثيورم. بينما الزيرو أربعة ليست كلوزد، مش كلوزد باليوجوال نوت كلوزد، مع انها باوندد اعلى حد بتطلعش عن الأربعة واصغر حد ما منزل عن الصفر، بس هي نوت كلوز، اذا هي نوت كومباكت. وبالتالي ممكن اريح راسي اقول كون الكومباكتنس توبولوجيكال بروبرتي، هاي كومباكت وهاي لا، اذا نوت هوميومورفيك. في بعض الاسئله تشوف من الشاطر فيكم. If A is connected set then A bar is also connected. وبقول لي prove or disprove. واحد جاوبني اياها، هل هي صح ولا غلط؟ طلقنا الحضور والغياب، بدي واحد من عندكم يتجرأ وجاوبني اياها. حمزة البطاينة، رقم سبعة، الله يا خوفي ارجع احرمك من جديد يا حمزة. بتقول لي عندي شغل وعندي شغل وهيك ما بتيجي، وعدتني انك تيجي. ها ول ما هي اخذتوها نظرية، نظرية. إذا كانت الـ A connected فالكلوجر is connected، هاي النظرية. أصلا في نظرية أعم من هاي، إنه أي مجموعة تقع بين الـ connected والكلوجر بتاعها تبقى connected، هاي نظرية أعم. حط أي عدد من الكلاستر بوينتس هل connected set؟ تبقى connected. ولو حطيت كل الكلاستر بوينتس اصبحت كلوجر وبالتالي كونكتد. بي اف اي بار از كونكتد ذن اي از كونكتد، هل هي صحيحه ولا لا؟ عكس اللي فوق، از ترو ولا لا؟ فولس. ها؟ بقول فولس. مين انت قبل؟ سامح كنعان. سامح ليش فولس؟ النظريه بتكون بس باتجاه واحد. لا ما بدي تفسر لي ليش الاتجاه الثاني غلط. هسه دكتور احنا حتى صدقك اعطيني مثال، يا
يعني اللي بيني وبينك هو الكاونتر اكزامبل. اعطيتني اياه بحطك على راسي، ما اعطيتني اياه بقول لك كذاب. ففي عندك كاونتر اكزامبل يكون الاي بار كونكتد ومع ذلك الاي نوت كونكتد. ها يا سامح، انت ماشي بالطريق الصحيح يا سامح. دكتور انا ماشي على النظريه. لا بكفيش، لانه النظريه وينك؟ ممكن يكون اف عند دون اف، وانا اعطيتك اتجاه والاتجاه الثاني بغلبه، بدك تنتبه له. مش دائما بحكي الحقيقه، بجوز انا الاتجاه الثاني بدي اجيب لك اياه بالامتحان، شو بدريك. الراشنال باليوجوال حوض اي كيو، اي تساوي كيو مع اليوجوال توبولوجي، هل الاي كونكتد؟ طبعا لا، حسب النظريه باليوجوال توبولوجي السبسس من الار اللي هم كونكتد فقط الديجنريت والانترفلز. طبعا راشنال مش ديجنريت ولا هي انترفال، فهي نوت كونكتد. الكلوجر بتاع الراشنال كيو بار اللي هي ار كلها وهي انترفال يعني كونكتد. اذا كيو بار از كونكتد بالرغم من انه الاي ما لها نوت كونكتد. هاي المثال. طبعا في امثله كثيره يا جسمك. سي If A's path was connected, then A bar is path was connected. شو رأيكم بهاي؟ صح ولا غلط؟ هل الـ closure الـ path wise بضلوا path wise؟ ها يا سامح. ما بعرف. أخذنا نظرية تحت الـ connected is connected. بس ما أخذنا نظرية إنه الـ path wise الـ closure بتاعها بضلوا path wise. شو رأيكم في هاي؟ يعني ما بتحافظ دكتور على البات وايز. بسامع. بقول ما بتحافظ على البات وايز. بدي أسألك صح ولا غلط؟ لأن السؤال بروف أور ديس بروف. طبعا الجواب أيضا فوز. يعني كلوجر الباث وايز مش شرط يطلع باث وايز، ولا الكلوجر لللوكالي از لوكالي. والمثال المقنصة معهودة هاي. خذ المقنصة الاكس تساوي اليونين واحد الان كروس زيرو واحد اتحاد زيرو واحد كروس زيرو. هاي القاعدة. هاي الاكس مع النقطتين طبعا هذول. هلا هاي الاكس بتاعتي مع اليوجوال، خلي بالك مخنصة مع نقطتين. ها طيب الاحمر لحاله كونكتد ولا لا؟ باث واز كونكتد مضبوط ولا لا؟ خذ اي نقطتين بقدر الاقي باث عادي بيناتهم. اذا هي باث وايز وايضا لوكالي الاحمر لحاله. الكلوجر بتاعها هو الاحمر مع النقطتين. الاحمر مع النقطتين هاي الاكس بتاعتي اصلا. ما بقدرش تقول ليش هذا كله؟ لا الاكس مش فيه كله، الاكس بس نقطتين انا مدخل بس. اذا الاحمر هذا كونكتد ولوكالي كونكتد وباث وايز كونكتد، بينما الكلوجر بتاعه It is not locally. عند النقطة هاي مش locally ولا عند النقطة هاي. وأيضا not path wise connected. ما بقدر ألاقي path من النقطة هاي إلى النقطة هاي. إذا the closure locally is not need not be locally. The closure the path connected need not be path connected. سؤال the number of homomorphisms from N as subspace of R left ray to N
as subspace of R left ray is 0, 1, 2, alif node, none of the above. شو قال لي؟ قال لي بدي أخذ الآن كسبسبيس من left ray والآن الثانية سبسبيس من left ray. فقديش الهوميومورفيزم من الأولى إلى الثانية؟ طبعا بدك تدور على الريلاتيف توبولوجي left ray left ray الفاي سنجلتون واحد دبلتون واحد اثنين تريبلتون واحد اثنين ثلاث وضلك ساحبها ضلك ساحبها هاي نفس الشيء. فالايدنتيتي واحدة منهم هوميومورفيزم الايدنتيتي. إذا في عندي هوميومورفيزم إذا الجواب مش صفر. لاحظ الصفر للجواب not homeomorphic. طيب خلينا نشوف الهوميومورفيزم. شوف في isolated bonds للأن اللي فوق واحد للي تحت أيضا واحد. إذا واحد مجبرة تروح للواحد نصبا عنك. بنيجي واحد واثنين open هون واحد واثنين open الدبلتون الوحيدة open هي الواحد اثنين فوق وتحت. إذا مجبر الواحد اثنين تروح للواحد اثنين ولكن واحد غصبا عني راحت للواحد. إذا اثنين بتروح لاثنين وهكذا مجموعة واحد اثنين ثلاثة open هون وهي أيضا open هون فيش غيرها. إذا بودي الواحد اثنين ثلاث للواحد اثنين ثلاث غصبا عني. طب الواحد راحت للواحد واثنين راحت لاثنين إذا الثلاثة مجبرة تروح لثلاث وبالتالي F الثلاثة يساوي ثلاثة و by induction تقدر تثبت إنه F أربعة يساوي أربعة و F الآن تساوي N. إذا أنت مجبر على الهوميومورفيزم وبالتالي الجواب B واحد واحد ما عندك خيارات. H N تساوي N is the only homeomorphism ما في غيره. سؤال same as above but N الأولى جوات left ray والN الثاني جوات right ray. هاي الN الأولى وهي الN الثانية هاي subspace من left ray هاي subspace من right ray. أكم هوميومورفيزم بيناتهم؟ لو حسبت الريلاتيف توبولوجي السنجلتون واحد اوبن واحد اثنين اوبن واحد اثنين ثلاثة اوبن وهكذا. هون يفتح الله رايت ري من A لانفينيتي كل اشي ما عدا الواحد اوبن كل اشي ما عدا الواحد واثنين اوبن كل شيء ما عدا الواحد نزل. ولاحظ حجم الاوبن سيتس قديش كبار انفينيت سيتس. هون لا حجمهم ايش فاينايت سنجلتون دبلتون تريبلتون وهكذا وبالتالي ما فيش عندي هوميومورفيزم بيناتهم. اذا الجواب ايه ذير از نو هوميومورفيزم بيناتهم. في اي تعليق؟ هيك المادة انتهت هيك المادة انتهت. أي سؤال أي تعليق؟ الامتحان مرة ثانية بعثت لكم شو اسمه إيميل أول امبارح أظن أول امبارح إنه الامتحان زي ما قررته الجامعة يوم الخميس 2/9 ولكن اتذكر الامتحان الساعة 8 يعني 8 للعشرة جاني 10:30 معناته في خصم 15 علامة عليك. انتبه لهي الشغلة كويس بدك تكون صاحي من 8 تماما ومبلش بالامتحان يعني المفروض تصحى 7:30
دكتور يعطيك العافية، يعني سامح كنعان. دكتور ما تقدر تعمل لنا إياه لو على العصر؟ مين الحكى؟ سامح كنعان. إيش يا سامح؟ هل تقدر تعمل لنا إياه لو على العصر يعني؟ لا أصلاً بدي يعني حابب لو أقربه قبل، جا تقول لي عصر؟ يعني متأخرين كثير. أنا الامتحان كما أرسلت لكم الساعة 8 الامتحان، على 10 بتكون النتيجة عندي، على 10 عندي، ما سامع الكول 10:15، 10 لأنه في فترة ربع ساعة سماح، ولكن على 10:30 ببلش الخصم، مش 10:30، أي إشي فوق 10:15 ببلش الخصم، والخصم بيكون مضاعفات 15، يعني مش لصالحك تأخر الامتحان. وابعت لي فقط رسالة واحدة، إذا بعتت رسالتين في احتمال بمشي أنا من تحت لفوق ومش من فوق لتحت، يعني بصلح بجوز تحت 10:15 بالأول وبعدين بنزل. فإذا أنت بعتت رسالتين، واحدة 10:15 والثانية 10:14، ففي احتمال 10:15 ما صلحهاش، أصلح 10:14 وبالتالي بده يروح عليك الامتحان كله، لأنه في احتمال واحدة حاطط لي حل سؤال والثانية حاططها كلها. فانتبه وتقيد بالتعليمات. لما أقول لك ضع الجواب الصحيح، لا تكتب لي سمول لتر، هاي بالهندسة شددت عليها، ايه صغيرة ودي صغيرة، تنتين زي بعض زي بعض، هوميومورفيك على لغة التوبولوجي، ايه سمول لتر ودي سمول لتر، زي ار هوميومورفيك، بينما ايه كابيتال ودي كابيتال، زي ار نوت هوميومورفيك، زي ار نوت هوميومورفيك. فاذا لا تحاورني وتقول لي والله يا استاذ أنا خاصطت الأي بالدي والدي بالأي، لا غير مقبولة. أي كتاب اسمه لتر مرفوضة ولا بتطلع عليها، خلي بالك. يعني لو رسبت بالنهائي اعرف شو غلطك، اعرف شو غلطك، فلا تضيع ثمرة جهدك وتعبك بشغلات أنت غني عنها، واضح؟ بعدين سوي جداول من هسع. الجداول بدك تحط أول 10، ثاني 10، وبعدين آخر 5، من 1 إلى 10 حطهم خط واضح، أي خربشة عليها بشطب السؤال. يعني حطت لي إيه وشطبته وحطيت بي، راح السؤال، راح السؤال، ما بطلع عليه، واضح؟ لا تقول والله الأستاذ قلبه طيب، لا قلبي مش طيب، النظام نظام، أي خربطة على السؤال بشطب لك السؤال كامل، واضح؟ سؤال 2 حطت لي دي سمول لتر، برضو ما بطلع عليها، وهكذا بتضلك ماشي لقم 10، بعدين مسوي جدول آخر من 11 ل 20، بعدين من 21 إلى 25، واضح؟ طبعا بسويهم اساس خمسات عشان تصليح، لما اصلح احط اول 5 جنب بعض، ثاني 5 جنب بعض، وهكذا حتى ما اسهى عن وحده. ايضا نقطة ثانية، اذا ما عللت بالكتابة، يعني اعطيتني جدول بس بحط لك 0، ما تطلعش عليه، يجب أن تكون أجوبتك مدعمة وفقا لكذا. يعني والله هدول بقول لك هوم مورفك ولا لا، حطت لي هاي مع هذيك، والله اكتب ليش، اكتب هاي كونكتد وهذيك نط، بقول لك هاي هوم مورفزم، قل لي لا هاي نط كونتينيوس، قل لي هاي نط كونتينيوس، يعني بدي أعرف أنك فهمان. الطالب اللي بيصلح له
طالب فهمان، مش طالب ناقل على سؤال من طالب ثاني. ها دكتور، انا ليث جلامني. مين؟ ليث جلامني. اتفضل يا ليث. دكتور، تكون على شكل نوت ولا تكون شرق، يعني مثلا يوم اكتب السبب تكون على شكل نوت ولا تكون كافيه ووافيه؟ لا كيف عللت لك هون يا ابن حلال؟ وين راحت هاي؟ معك دكتور، انت قلت لي انا مثلا كونتينيوس مثلا. هاي كيف عللت لك؟ انه عدد الهوميومورفيزم مره طلع عندي واحد، طب عللت انه والله الواحد مجبر يروح للواحد، اثنين مجبر يروح لاثنين، والواو جواب بعدين صفر. ليش؟ لانه هون في عندك سنجلتون اوبن، هون فيش سنجلتون اوبن. تمام. يعني بدي شغلات اللي ارتاح لها لما اصلح، لما اقول له هاي صح، تكون انا اكون مقتنع في الصح اللي حطت لك اياه. وصلت ان شاء الله. طبعا اي استفسار ممكن تبعت لي على الجسمه على الواتساب صفحة المساق، اي بعد واتساب خارج حدود المساق بحط لك بلوك، زي ما حطيت بلوك لحمزة. المفروض حمزة بعت لي على صفحة المساق انه عندي ظروف، عندي 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 عندي، واللي عنده ظروف ببعت لي اياها قبل، مش ببعت لي اياها بعد. طبعا اجاكوا 8 علامات زيادة، شفتوهم؟ دكتور شنو؟ شكرا لك. طيب شدوا حالكم، ها من عندي سويت اللي علي، هلا الباقي عليكم انتم. انا دول 8 علامات ممكن ينجح طالب ويرسم طالب. يعني بالفانل بعض الاحيان والله بخلي العلامات عشان علامة الطالب، جايب 48 حط له 50 ولا خليه 45. انا ما برسم طالب على علامتين، ولكن شو بسوي له 48 بنزلها لل 45، لل 45 او لل 40، بينما 48 لو كان طالب خلال الفصل ما بغيب ما ساعتها بقول الله بعيني، بتطلع على الورقة بتاعته، التمس لأخيك عذرا. بس بعد 8 علامات ما راح التمس عذر نهائيا، لأنه اللي علي سويته، الباقي عندكم. دكتور عني كم غياب علي؟ سامح كنعان. سامح كثير. لا دكتور تفقد. سامح كنعان عندك 4 7 و3 8 غيابين يا سامح. أول يوم كأنه كان بالدوام بالصيفي، وفي يوم كان عندي امتحان. بغض النظر هذول الأيام اللي جزمه. طبعا هذا من أول يوم أنا باخذ حصص. طبعا الغياب ما إلي علامات، ما إلي علامات. الغياب بتشجعني أرسب طالب أو أنجحه. يعني الطالب اللي في البوردر لاين ساعتها بتطلع على الغياب بتاعه، اما بشكل عام الغياب ما بعطيه علامات، ما بعطيه نهائيا. بس طالب مش منتظم بعطيه محروم، بعطيه محروم وانا مرتاح. وصارت معي طالبه الفصل اللي فات خريجه، وقلت لكم اياها، خريجه اجت فقط على الامتحان الاول والثاني، وبقيت المساق يفتح الله، فوديت لها شو اسمه محروم. يا استاذ مشان الله، مشان ما فيش نظام هيك يسمح لي ان اعطيك محروم. اي سؤال شباب؟ إذن
نراكم يوم الامتحان، لا تنسى لا تنسى، ميك اب نهائيا ما في عندي، غبت صفر. وبعرف في طالب عندكم خوف الله بالهندسه، هو طالب يجي بيقول لي يا استاذ ميك اب، قلت له هاي صفر، ما اعطيتوش ميك اب. طالب ولا اظن بالهندسه، الطالب بالهندسه اخذ ميك اب، مش ميك اب، اخذ 201 عندي هذه، قال غبت كأنه متفق مع العميد مع الابصر مين. قلت له خلي العميد يكتب لك الميك اب، ما بكتب ميك اب. فسامحونا اذا اخطانا بحقكم. السلام عليكم.